نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الهامة اللي بتشغل بال الكثير من المصريين، لأن هنتكلم فيها عن مرض زي ما بيقولوا الشعب المصري أغلبه مصاب بيه، وهو مرض السكر. زي ما حضراتكم كمان بتسمعوا إن مرض السكر ما منوش خطورة طالما حضرتك صاحبته، أكيد بيبقى صاحبه زي ما بيقولوا كده في الأمثلة المعتادة، ولكن مهما تقدم العلم حتى هذه اللحظة يمكن ما توصلوش لعلاج جذري ممكن يقوم بالشفاء التام من خلال مرض السكر، ولكن في طبعا تقدم دلوقتي برضو ملموس في أنواع العلاج، وبالنسبة للتقدم التكنولوجي والعلم قدروا يتوصلوا للعلاجات الحديثة اللي بتسبب حالة من الارتياح النفسي في المقام الأول عند المريض، وأيضا بتسببه طبعا إصابة بالمضاعفات الخاصة بهذا المرض. الحقيقة نفتح العديد من المحاور إن شاء الله في هذه الفقرة مع أحد علماء أو خبراء في هذا المجال، الأستاذ الدكتور طارق يوسف استشاري الأمراض البطنة والسكر والجهاز الهضمي. أهلا بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. خلينا كده ناخدها من البداية دكتور، ونعرف الناس اللي ما عندهمش خلفية يعني إيه مرض السكر، إيه هو يا فندم؟ مرض السكر هو إحنا كنا بنسميه مرض، بس هو اكتشفنا إن هو متلازمة صحيا، عبارة عن مجموعة أمراض في بعضها. نعم. لكن بيعتمد أساسا في تشخيصه على ارتفاع نسبة السكر في الدم. طب إيه اللي بيرفع نسبة السكر في الدم؟ طبعا ان الجسم مش عارف يتعامل مع هذا السكر لانه بيحتاج لانسولين عشان يدخله جوه الخلايا عشان الخلايا تستفيد بيه. طيب ايه اللي بيخلي كده؟ نحصل عندنا حاجه من اتنين، يا اما نقص في انتاج الانسولين ده، يا اما مناعه زياده من الجسم مش عارفه يتعامل مع الانسولين اللي موجود في الدم. المناعه دي بتيجي في النوع التاني من مرض السكر اكتر. طبعا النوع الاول بيبقى عباره عن نقص انسولين فقط، اللي هو بيجي عاده وليس بالضرورة في السن الصغير، في الأطفال الشباب ممكن يجي النوع الأول، والنوع الثاني بيجي في السن الكبير وأحيانا بيظهر برضه في سن صغير في الفترة الأخيرة يعني. النوع الثاني بيبقى عبارة عن متلازمة صحية، عبارة عن نقص في إنتاج الإنسولين أو إجهاد لخلايا البنكرياس اللي بتفرز الإنسولين اللي هي خلايا بيتا، في نفس الوقت بيبقى فيه مناعة ضد الإنسولين نتيجة السمنة ونتيجة عوامل أخرى، وبعض أمراض بتزود هذه المناعة. أسباب بقى مرض السكر، وهل هناك مسببات معينة فندم ممكن بعد كده تؤدي أو لوجود هذا المرض في جسم الإنسان ولا؟ طبعا هو إحنا مرض السكر بنسميه واحد من أمراض العصر، يعني من الحاجات المتلازمات الموجودة حاليا دلوقتي بتزيد مع الوقت. تمام. رغم كل التطور العلمي لكن عدد المرضى بيزيد. في الإحصائيات العالمية كان 382 مليون في العالم عندهم مرض السكر، وبيتضاعف هذا الرقم على سنة 2035 تقريبا. فاحنا توقعاتنا ان هو بيزيد رغم التطور العلمي، ودي الغريب في الموضوع. معنى كده ان ستيل ظروف الحياه ليها علاقه، يعني معدلات السمنه بتزيد، دي احد الاسباب الرئيسيه. صحيح. اللاك اوف اكتيفيتي اللي هو قله النشاط الرياضي، واحنا طبعا عندنا القصه دي منتشره عندنا يعني. خمول شويه فحته الحركه والنشاط الرياضي دلوقتي مع التطور الحديث واستخدام وسائل المواصلات الحديثه والكلام ده، الناس بينزل من بيته على السياره بتاعته على المكتب، مفيش حركه مفيش نشاط. صحيح. مفيش وقت للرياضه، ممكن يشتغل فترتين عشان يقدر يكفي بيته، مفيش وقت يروح النادي ولا يمشي ولا يمارس رياضه. فالحياه دي زائد الاستريس العصبي او التوتر اللي موجود نتيجه ظروف الحياه برضه، هموم ومشاكل الدنيا، ففي كذا حاجه يعني أولها زيادة الوزن، ثانيها قلة الحركة وقلة النشاط، والضغوط اللي في الحياة. تمام. دول أكتر الأسباب يعني. في بقى حاجات وراثية، واللي احنا بنجد دلوقتي أطفال مولودة بمرض السكر. صح. يا فندم، هل دي مسببات ربانية في المقام الأول طبعا، ولكن في حاجات مثلا الأم للأسف بتصاب بيها مثلا أثناء فترة الحمل مما يؤدي لإصابة الجنين بعد كده الطفل بسكر ولا لا؟ لا، هو بص النوع الاول غالبا بيبقى فيه استعداد وراثي، وفي بعض دراسات، وطبعا لغايه دلوقتي ما فيش بروف واضح يعني، لكن في بعض الدراسات قالت انه بانواع من الفيروسات زي الكوكساكي فيروس زي بعض انواع الفيروسات ممكن تصيب خلايا بيتا وتحصل تدمير لجزء كبير او كل الخلايا دي فيؤدي الى النوع الاول. دي عشان كده دايما بنحاول نكتشف اذا كان هو وراثيا ولا لا، بس هو طبعا العوامل الوراثيه هي الاقوى في هذا الشيء. تمام. احيانا دكتور بعض اعراض مرض السكر بتتشابه مع اعراض الارهاق او التعب والاجهاد. صح. الاعراض بقى الخاصه بمرض السكر امتى يعرف الشخص فينا مصاب لا قدر الله بهذا المرض ويتاكد بقى من الاعراض ديت؟ لان احيانا بتتعرض فيقول لك لا ده شويه تعب وهيروحوا لحالهم لما انا استريح. صح كده؟ بنسمعها للاسف يعني. صح طبعا.
والحقيقه في يعني مجموعه من الامراض بتسبب احساس الاجهاد مع برضه ظروف الحياه والجو وعدم الراحه الكفايه وعدم النوم العميق بيخلي الانسان يحس بالاجهاد السريع. فالاجهاد ده احد الاسباب، لكن طبعا الملحوظ ان انا احس ان انا مثلا دخول الحمام كتير، يعني البول كتير خاصه بالليل، ان انا مثلا اصحى بالليل 3-4 مرات عشان ادخل التواليت من غير سبب واضح. بس في الشتاء يا فندم صح كده؟ لان احيانا برضو في ناس بتدخل الحمام كتير في الشتاء، بس ده مش معناه برضو مرض سكر. لا طبعا انا بقولش كل يعني كل عرض يمثل هذا الشيء، لا احنا بنقول انا اشك امتى. انا بشك لما بيجي لي الاعراض ولما بحس مثلا وزني بينزل، ولو انا حسيت ان انا مثلا ايه بينشف، ولو حسيت ان بيطلع لي مثلا حبوب او بثور او دمامل صغيره كده في جسمي، حسيت ان انا الجروح بتاعتي ما بتلتئمش بسهوله، اي جرح اتخبط في ايدي بتاع بيطول معايا، حاسس بالاعياء طول الوقت، صداع وارهاق على طول. فدي اعراض. بس انا الكلام الحديث دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه يعني في حاجه اسمها الدايابيتس بريفنشن بروجرام، اللي هو نظام تجنب السكر قبل ظهوره، فده اللي احنا بنحاول نشترك فيه ونتابع الموقف بحيث نكتشف بدري الاستعداد للسكر. احنا اكتشفنا ان وقت ظهور مرض السكر بيبقى حوالي 50-60% من خلايا بيتا اللي بتفرز الانسولين مش شغال وقت الظهور، يعني اول ما يعلن عن نفسه بيكون اوريدي نص الخلايا مش شغال. ففي فتره قبلها ممكن تصل الى 10 سنين عندي استعداد للسكر وانا مش عارف. ودي نسبه كبيره. يعني ده اكتشفها بالتحليل يا دكتور ولا اكتشفها بالتحليل؟ لان في ارقام للطبيعي وفي ارقام لاستعداد السكر وفي ارقام لمريض السكر. طيب الاعراض يا فندم هل لازم تكون كلها مع بعض ولا ممكن اشوف كل عرض على حده؟ لا طبعا ممكن اشوف عرض واحد وممكن ما اشوفش اعراض خالص. يعني في بعض امراض تبدا بالمضاعفات، يعني يجي لي واحد عنده تنميل في رجليه او حرقان او التهاب في الاعصاب الطرفيه او مشاكل في عينيه وزغلله ورؤيه بتضعف بسرعه، بدوره. واحد تاني بيروح لدكتور السنان ودكتور السنان يلاقي سنانه لوز مش ثابته وملخلخه ولسه بيحصل لها نوع من الضمور وهو ما يعرفش ان عنده سكر، يقول له طب روح حلل سكر. تمام. يعني احيانا بيجي لنا مرضى من تخصصات اخرى يشكوا انه يقول له طب انت حلل سكر. كتير. تمام. خاصه العيون والسنان بالذات. يعني تحليل السكر اللي انا بروح في الصيدليه على جهاز ده كافي ولا لازم ياخد عينه الدم كامله في معمل يا فندم؟ لا هو ده الى حد ما نوع من السكريننج، السكريننج اللي هو زي المسح، احنا بنعمل مسح نحلل لبعض الناس بالتيست ده. تمام. لو لقيت الرقم كويس مطمئن وما عنديش اعراض وما عنديش تاريخ عائلي، اصل خلي بالك كمان جزئيه التاريخ العائلي مهم. يعني لو واحد مثلا والده ووالدته الاثنين جالهم السكر فاحتمالات انه يجي له اكبر من غيره، ما هوش بالاكيد انه حتى لو ما كانش مولود بيها ممكن بعد كده حتى لو مش مولود بيها بيبقى عنده استعداد وراثي. فده لو اتعرض مثلا لسمنه زياده، لضغوط عصبيه زياده، لحاجات زي كده ممكن يظهر له السكر. لو جه يدخل مثلا لا قدر الله مثلا عمليه جراحيه لاي اسباب لازم نحلل السكر. يعني نقدر نقول يا فندم من اهم المسببات السمنه، السمنه دي ممكن تخلينا بشكل كبير يبقى ما هي ايه لا قدر الله الاصابه بالسكر. طبعا في مقام الاول. تاني حاجه اللي هو الواحد اللي بياخد في اعصابه كتير اللي هو بيتضايق وضغط الحياه، لو احنا ما قدرناش نكسر المود ده اعتقد ده برضه بيخلينا مهيئين ان احنا نصاب بالسكر. بالظبط كده. طيب احيانا مرضى السكر او اطباء السكر بينصحوا طالما في البدايه ما بيدوش علاج على طول، لازم يتخذوا بعض الاجراءات اللي منها مثلا زي ممارسه الرياضه والحاجات دي كلها. بالظبط. ايه الاجراءات لا قدر الله يا فندم اللي احنا لو ما اتبعناهاش ممكن تصاب، واللي تنصحنا بيها او تنصح بيها مرض السكر اللي هم لسه في بدايه المرض بحيث ان هم ما يلجؤوش بعد كده لا قدر الله ان هم ياخدوا انسولين والحاجات دي، ممكن لو يعني واظبوا عليها بشكل مستمر ممكن ان شاء الله باذن الرحمن يتم شفائهم بشكل كبير. تمام. هو زي ما بقول لحضرتك نوع السكر من النوع الثاني ده هو غالبيه المرضى، يعني تقريبا 90% من مرضى السكر من النوع الثاني. فمعنى كده ان ده غالبيه الناس. وبالذات طبعا اللي هم كبار السن او من اول سن العشرين لغايه 70 كمان. تمام. ممكن الشخص في البدايه بتاعه ظهور الاعراض يبتدي يغير اسلوب الحياه. تغيير اسلوب الحياه في الاكل، في الشرب، في الرياضه، في المشي. يعني انا بدل ما اركن عربيتي
تحت البيت وتحت العمل وفي المشوار ده، لكنها محطه بدري وامشي المحطه دي وارجع اخد المحطه دي تاني، وعلى الاقل كمان ما فيش ركن بسهوله يعني، فاحنا هيبقى الحكايه اسهل. اضطر غصب عنك. فاللي اقصده يعني ان انا اختلق وقت امشي فيه، اتحرك فيه، اعمل رياضه فيه. المهم بقى ان انا اسلوبي في الاكل، اسلوبي في الاكل، انا ممكن الحاجات المغريه في الاكل الدسمه والسمينه والحلويات الكتير تبتدي غير هذه العاده، وتغيير العاده مش صعب، هي مرحله انتقاليه وبعد كده خلاص يعني، زي مثلا اللي بيحط على الصحه بالنافع يعني، بيخلي جسمك رشيق وكويس. حضرتك لا تتخيل مثلا المرضى اللي عندي مثلا اللي هو كان وزنهم زياده وخسوا مثلا 10-15% من الوزن الحالي، الفرق قد ايه، والناس بقت سعيده قد ايه انها خست هذا القدر. وفر دكتور سمنه يا فندم. هو السمنه والسكر متلاحقتان يعني، لابد ان دكتور السكر يتابع موقف الوزن. وانا بين في ناس بتزعل يعني ساعات مثلا تقول لمريض تحاول تنزل الوزن يقول لك انا اشتكيت لك، انا بحب وزني كده، انا مش عايزك عشان شكلك، انا عايزك عشان صحتك. فاحنا بنتكلم عشان الصحه، ان انا احافظ على الوزن يكون في الرينج المثالي، او لو اكتر حاجه بسيطه ما يبقاش اكتر بكتير. تمام. الحاجه الثانيه ان انا يبقى عندي نوع من الاكتيفيتي، رياضه، مشي، عجل، بسوق عجل، بلعب سباحه، بعمل تمرينات سويدي كده كل يوم الصبح 10 دقائق قبل ما انزل، 10 دقائق اعمل تمرينات لايديا ورجليا، بفك عضلات جسمي، بحرك، بطلع طاقه، ده بيديني نشاط في اليوم كله. او على الاقل امشي كل يوم نص ساعه، صح كده؟ يس. دي حاجه جميله جدا طبعا، المشي دي اساس، لان في سن وظروف صحيه معينه ما ينفعش معاها رياضه اخرى غير المشي، الرياضه الوحيده هي المشي. صحيح. فعلى الاقل ما نحرمش نفسنا من دي. نعم، زي ما حضرتك كلنا عارفين يا دكتور ان السكر مراحل، يعني كلمنا عن هذه المراحل وامتى المرحله تبقى خطيره، دي اللي بتحتاج بقى متابعه دوريه، وان يكون كل المريض يعني مهتم بالتفاصيل الخاصه بيه عشان لا قدر الله ما يحصلش المضاعفات ولا اي مشاكل. طبعا هو زي ما حضرتك بدات ان هو في بدايه ظهور السكر انا ممكن ما اخدش ادويه خالص، وممكن احتاج بس تغيير اسلوب الحياه، الا طبعا لو الارقام بتاعتي مرتفعه بدرجه، ففي الحاله دي ما اقدرش استنى على ادويه كتير. انا بعمل بقى هنا تحليل دوري يا فندم بالظبط، احنا بنعمل تحليل، لا مش كل شهر بس، هي حسب الحاله طبعا. احنا بنعمل ثلاث تحاليل في الاول، اللي هو السكر الصايم والفاطر وسكر الثلاث شهور او التراكمي او الهيموجلوبين السكري، دي اسماء مختلفه. والدهون برضو احيانا صح، وبنعمل معاه تحليل للدهون في الدم والوظائف الكلى، بعض الحاجات الاخرى دي في الطلعه الاولى من التحاليل، لكن هو بالظبط نشوف خلفيه المريض صحيا ايه شكلها. تمام. وبنديله خطه لاسلوب الحياه، والخطه دي لو يعني طبعا نظام تغيير الحياه مش سهل عند مرضى كتير، فبنحتاج ننسيست اقول له طب اعمل كده وعدي عليا مثلا بعد اسبوعين او ثلاثه او اربعه نتابع احنا وصلنا لايه. مش لازم كل مره بقى هنحلل كل حاجه، انا ممكن احلله بس السكر الصايم بس واشوف صحيح الدنيا ماشيه ازاي، ممكن احلل صايم وبعد الاكل بساعتين. واحنا كل ثلاث شهور بنتابع التراكمي، لو التراكمي مرتفع بنفضل معاه لغايه ما يوصل للهدف بتاعنا، ان هو يكون مثلا تحت 7% او تحت 6.5% حسب سنه، واحيانا بنسمح برينج اكتر شويه، لان ده بيعتمد على الظروف الصحيه بتاعه المريض، لو المريض مثلا عنده القلب، عنده امراض اخرى مع السكر طبعا بيبقى ليه مواصفات خاصه. صحيح. زي ما ان السكر لما يكون موجود بشكل كبير خطير، برضه لما يكون السكر قليل بيبقى خطير. قول لنا التوازن، بحيث ان انا دلوقتي رايح مثلا صيدليه بحلل سكر، الرقم اللي يطمني من كام لكام يا فندم؟ هو الرقم الطبيعي لو انا حللت سكري وانا صايم 7-8 ساعات بيبقى من 70 نعم ل 100 للي ما عندوش سكر خالص، ده من 70 ل 100 ده الطبيعي. تمام. لغايه 130 في مريض السكر وهو صايم is good، يعني رقم تمام. معقول واكسبتد جدا ان انا يبقى سكري وانا صايم ما بين 70 و130. طب لو حل واحد ولقى 120 يا فندم وما كانش مريض سكر، ده معناه هو مش مريض سكر، ده مريض مستعد للسكر. مستعد للسكر يعني فوق ال 100 مستعد للسكر، لحد 30 ما بين ال 100 و 125 اسمه استعداد سكر. يعني حسب الجايد لاينز من اول 126 ده صايم، من اول 126 فما فوق اسمه مريض سكر. طبعا يعني في ناس بتاخد التحليل ده فيجر، انا لازم نريتشيك تاني، لانه ممكن
يقول له يقول لك انا اصلا انا كنت في توتر عصبي شديد وانا ما كنتش يعني لازم الظروف زي التحليل بيأثر برضه. احنا بنكتشف كتير المرضى مثلا بياخد علاج ضغط وهو ما كانش مريض ضغط, هو كان في توتر وقاس ضغطه لقاه عالي, نفس القصه ممكن تحصل في السكر. تمام. فبنستنى شويه ونعيده تاني عشان نتاكد ان ما فيش ظروف طارئه هي اللي علت الدنيا. بس كل الاحوال اللي بيجي له استعداد للعلو ممكن يجي له الاستعداد ده تاني في ظروف تانيه زيها. فالافضل دايما انه يتحط تحت المراقبه يعني. تمام. هو نفسه يحط نفسه تحت المراقبه. والتحليل الفطري يا فندم من كام لكام؟ الفطر ما بين 70 برضه و 130, نفس القصه انه بعد الاكل بساعتين المفروض جسمك يرجع السكر لطبيعته. بعض المعامل تقول لك لغايه 140 اكسبتد يعني. تمام. لكن ما بين 140 و 200 اسمه استعداد سكر. طيب اللي هو مريض السكر يا فندم امتى لما يحلل يقول لك لا ده انا وصلت لمرحله صعبه لازم يعني اخد بقى؟ مش مرحله صعبه, هو فوق ال 200 عشوائي يعني. انا حللت كده وانا ماشي كده من غير بقى ما مرتبط باكل ولا شرب ولا اي حاجه, ده اسمه لو حللته طلع اقل من 200 لا يبقى هعمل تحاليل تانية. يعني مثلا طلع 160 طب انا عندي سكر ولا ما عنديش؟ بالظبط. لسه جاي لي واحد كده يقول لي انا سكري العشوائي طلع 160 انا كده عندي سكر. قلت له لا ممكن جدا ما يكونش عندك خالص, ده طبيعي. صحيح. ان بعد الاكل بساعه بيوصل للبيك, بيوصل لاعلى رقم وممكن يوصل 160 170 180 ويرجع ينزل تاني بعد الاكل بساعتين, فده طبيعي. تمام. لكن احيانا البنكرياس يبقى عندنا في استعداد السكر حاجتين, يعني حاجه بيسميها الامبيرد فاستنج او السكر الصايم عالي. فده انتاج الانسولين القاعدي من البنكرياس اللي هو بيفرز انسولين 24 ساعه قليل شويه او مش متكافئ مع ظروف الحياه, فبيخلي السكر يعلى شويه وانا صايم. وفي حاجه اسمها امبيرد تولرانس, ان انا لو كلت سكريات عاليه جسمي ما يتجاوبش مع السكريات دي بالسرعه المطلوبه, ففي خلال الساعتين ما يرجعش للطبيعي. نعم. يعني انت بتقول لي اللي بعد الاكل بساعتين, اقول لك زي الصايم, المفروض الصايم والفاطر يكونوا نفس الرينج. تمام. اللي بيحصل لهم غيبوبه السكر يا فندم دي مسبباتها ايه وليه بيوصل للمرحله دي يا فندم؟ هو طبعا في انواع من غيبوبه السكر, في حوالي 5 انواع, بس احنا بنتكلم يعني الحاجه العاديه اللي الناس تعرفها المفروض غيبوبه ارتفاع السكر وغيبوبه انخفاض السكر. تمام. غيبوبه ارتفاع السكر ان انا اسيب السكر يوصل لارقام زي ال 500 وما اكثر, فده طبعا بيصفي الجسم من الميه ويعمل جفاف ويعرضني لمضاعفات اخرى كثيره. وممكن يظهر اسيتون مع السكر, وده طبعا مشهور اكثر في النوع الاول لكن بيحصل في النوع الثاني لو اهملنا صاحبنا. ونفس الحكايه انخفاض السكر خطورته برضو انه الانخفاض ده درجات معينه, انا بقول لحضرتك الطبيعي ما يقلش عن 70 لكن لغايه 55 ممكن ما يعملش اعراض. يعني قبل كده يعمل اعراض, قبل ال 55 يبتدي يعمل اعراض ابطو انه يعمل غيبوبه وتشنجات وعصبيه جديده وحاجات كتير يعني, وعرق غزير يعني ليه اعراض ومسببات. صحيح. طبعا عشان كده احنا بندور على الاسلوب الحديث دلوقتي في العلاج اللي هو اقل نسبه من انخفاض. يعني في الادويه الحديثه دلوقتي بتساعدني ان انا اعالج المريض من غير ما اعمل له انخفاض للسكر, انزله لغايه الطبيعي ما ينزلش تحت الطبيعي. تمام. طيب اعتقد لما المريض بتحصل له غيبوبه سكر ويقول له هات له حاجه مسكره ده يبقى عنده انخفاض في السكر. طبعا. صح كده يا دكتور؟ طبعا. طيب اللي بيبقى عنده سكر عالي وبيجي له غيبوبه ده يعني بيتعاملوا معاه ازاي؟ ده بيحتاج ياخد محاليل وانسولين. يعني ده ممكن لازم يروح مستشفى. ده يروح مستشفى وقتها. لان ده غالبا بيبقى عنده اللي يجي له غيبوبه ده بيبقى غالبا عنده جفاف شديد. غالبا. وغالبا عنده حاجه اسمها حموض الدم, يعني يعني جسمه بيبقى ميال للحموضه فبيبقى نفسه عالي وعنده الام في بطنه ممكن بيرجع على طول فبيزود الجفاف اللي عنده, هو بيفقد كميه سوائل عن طريق البول وفي نفس الوقت بيرجع او مش قادر ياكل وعنده الام في بطنه فمش قادر يعوض الجفاف اللي موجود ده, فلازم في الحاله دي ياخد محاليل, فده لازم الافضل لمستشفى. هل المريض يقدر طبعا ياخد انسولين؟ يعني في الحاله دي هياخد انسولين حتى لو هو مش محتاج للانسولين بصفه مستديمه, ممكن ناخده فتره معينه لغايه ما نصلح الموقف وبعد كده يكمل بحبوب لو احتاج. تمام. هل المريض يا فندم بيبقى مدرك وعارف ان الغيبوبه دي سببها نقص سكر وسببها زاد سكر ولا؟ بص المريض القديم للسكر طبعا خبره بقى بيبقى خبره بالظبط كده. اسال مجرب يعني زي بيبقى عنده خبرات يحس بانخفاض السكر ويحس بارتفاع السكر. بس برضه يعني هو في مواصفات لطيفه جدا بسيطه نسهل بيها يعني. يعني انا قدامي مريض داخل في غيبوبه وانا مش عارف, بلاش المريض نفسه, انا قريب المريض صحيح وشايفه داخل في غيبوبه فانا مش عارف ده سببها ايه. احط صرف اصبعي على طرف لسانه. تمام. لقيت لسانه ناشف خالص, ده اكيد ارتفاع سكر.
ارتفاع سكر ده جفاف ايوه لقيت عينيه داخله لجوه لسانه ناشف ورايح جاي على الحمام عمل البول كتير قوي اعرف على طول ان ده ارتفاع سكر يعني لما نقول لك انا لساني حاسس لساني ناشف ده معناه ان عنده سكر لو لقيته لسانه طري وحرقان وجسمه مبلبل كده ده ما عايز يشرب ده انخفاض سكر انخفاض السكر ممكن يعمل عرق ده اديله حاجه سكريه وبعدين في جميع الاحوال لو انا محتار مش عارف اعمل ايه لازم ادي حاجه سكريه في جميع الاحوال لو انا قدامي حد في غيبوبه سكر وما اعرفش المشكله ايه هو سكره 500 لما يعلى يبقى 550 مش قضيه لكن لو سبته يدخل في تشنجات وغيبوبه دي ممكن تعمل دامج في المخ فمش مستحب ان انا اهمله في الحاله دي ادي له حاجه سكريه حمايه ليكون منخفض لو انا مش عارف تمام الاطفال بقى دكتور احيانا ما بيكونوش مدركين يعني يمكن مثلا شخص كبير بيعرف يتعامل مع السكر بيعرف يصاحبه والحاجات دي الاطفال اي نعم طبعا بيحتاج خبره وبيحتاج طبعا درايه من قبل اولياء الامور ولكن برضه الطفل حتى لو كان قاعد لوحده مثلا يعني يتصرف ازاي او ايه اللي تنصح بيه اولياء الامور بحيث يتعاملوا مع ابنهم مريض السكر هو طبعا الاطفال نسبه كبيره منهم عندهم نسبه ذكاء وبيتعلموا القصه بسهوله بس بيبقى عندهم من شخصيه الطفل بيبقى في نوع من العناد يعني تيجي تقول له طب خدنا الانسولين دلوقتي كل دلوقتي يقول لك لا مش هاكل صحيح ماشي بيعند واخد بالك فلازم دي بقى بنبقى بنقعد مع الام اكتر حد قريب من الطفل ونفهمها ازاي تتعامل مع المواقف اللي زي كده دي مهمه قوي يعني ان الام تاخد الدرايه الكافيه ان هي تبقى عينها على الولد في او البنت يعني في السن ده لغايه ما الولد ياخد خبره الحياه ان هو ازاي يتعامل مع السكر. هو طبعا حتى الانسولينات الحديثه دلوقتي احيانا بنديها بعد الاكل او مع الاكل تشتغل بسرعه علشان ما تديش فرصه انه ياكل او ما ياكلش وياخد انسولين ويحصل له هبوط سكر. صحيح. وده بقى النوع اللي بقول لحضرتك عليه ان انا مثلا طفل لقيته داخل في غيبوبه اديله حاجه سكريه اول حاجه. صحيح. الحقه. الا طبعا لو انا عارف ان ده ارتفاع سكر وعندي الخبره بقى ولقيت لسانه ناشف والبول رايح جاي على الحمام والقصه اللي احنا اتفقنا عليها. لكن في العادي ان انا يبقى عندي احتياطي للبيبي ده او للطفل ده كيس سكر او في حاجه اسمها جلوكوز سبراي انا ممكن انا اعمله هو بيتباع بره ممكن انا اعمله برشهوله تحت لسانه بيمتص من اللسان مش بيحتاج ياكله. يعلي نسبه السكر ويلحقه قبل الغيبوبه. ده لو انا بديله طبعا جرعه الانسولين وما اكلش كويس او لعب رياضه شويه زياده ممكن يخفض السكر. تمام. طبعا هو الاهم ان احنا بنبتدي يعني قليل ونعلى بالجرعات ما نبتديش عالي. صحيح. علشان نتجنب القصه دي. تمام. طيب الاطفال اللي هم بيبقى حديثي الولاده وعندهم مرض السكر ده وراثي يا فندم، هل احنا بنعرف عندهم سكر بالتحليل فقط ولا ممكن اعراض نشوفها عليهم احنا من خلالها بيتهيألنا ان عنده سكر فبالتالي بيبقى شرط علينا ان احنا نحلل ونعرف؟ هو سكر في الاطفال بيعلن عن نفسه بسرعه لان هو بيجي لهم جفاف ان نو تايم يعني يعني اللي هو يعني الولد البول على طول ريقه ناشف على طول همدان ما عندوش طاقه خالص مدوخ مش قادر يعني تاكله ومش باين عليه انه اكل يعني الولد بعد ما بياكل تحس كده انه شبع فاء لا هو مش حاسس كده حاسس انه معيا صح لما يكون الطفل هادي كده وما عملش حاجه لازم نشوفه بالظبط صح كده بالظبط ندخل بقى على الجديد في علاج السكر واعتقد ده بيهم ملايين من الشعب المصري القلق واللي هو مصاب بمرض السكر ويقول لك يعني السؤال المعتاد احنا هل فعلا توصلنا لحل اعتقد لا صح كده دكتور مفيش حل نهائي علاج ناخده يخلينا نخف تماما مفيش حل نهائي ونبعد عن الاعلانات اللي بتقول ان ده يقضي على السكر تماما وده يخفيه وده مش عارف صحيح وحبايبي بتخلي ناس كتير توقف دواء السكر وتاخد ادويه مجرد انه حد اعلن عنها ان ده اعشاب ده ممكن يخلي النبات السحري للقضاء على السكر والكلام ده كله مفيش الكلام ده لا طبعا ده عشان كده نطمن حضراتكم يعني الدكتور مشكورا يعني بحقيقه على النقطه دي انه اشار نبعد عن الاعلانات الكاذبه اللي بيقول لك لا ما خدت الاعشاب دي هتشفي مرض السكر طبعا شفها من عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن احنا الاعتماد التقدم العلمي الحديث اللي بيعتمد على منهجيه وموضوعيه وكل حاجه يعني زي ما بيقولوا كده متقدمه في العلم ما وصلتش حتى هذه اللحظه لعلاج نهائي لمرض السكر ولكن في علاجات جديده وعلاجات متطوره من شانها يعني بتلطف الامور كده عند المريض اللي اتعرفنا عليها يا فندم مطمن برضو مرضى السكر في مختلف مراحل تقول لهم ايه هذه العلاجات تمام احنا طبعا زي ما اتفقنا ان انواع السكر في نوع معتمد تماما على الانسولين فده حله الوحيد انسولين
وطبعا زي ما بقول لحضرتك ان في انسولينات دلوقتي احدث مستواها في ضبط السكر اسهل اكتر من الانسولين القديم. نعم. لان الانسولينات القديمه يعني احنا في النوع الاول بندي انسولين زي ما اتفقنا قاعدي يقعد طول اليوم يغطي الافراز القاعدي. يعني انا حضرتك لو انا كلت او ما كلتش جسمي بيفرز الانسولين لانه بيحتاج بيزل اكشن للانسولين في جسمي. نعم. ولما باكل بحتاج دفعه اكبر شويه، فاحنا بنحاول نشابه الطبيعه اللي خالقها ربنا فينا. نعم. ندي انسولين يقعد بيزل 24 ساعه يفرز كل ساعه حاجه بسيطه. وانسولين تاني وقت الاكل وحسب كميه الاكل ويناسب الاكل. جميل. ده قصير المفعول وده طويل المفعول، ده بالنسبه للنوع الاول. طبعا في انواع مخلوطه وانواع كتير، بس احنا بنتكلم دي طبعا هيفسرها الطبيب مع المريض بتاعه، لكن احنا بنقول الخطوط العريضه. نعم. بالنسبة للنوع الثاني هو ده اللي فيه تطور أسرع شوية. ابتدت تطلع أدوية كتير، اكتشفنا إن في عوامل كتيرة غير البنكرياس بتدخل في مستوى السكر في الدم. نعم. يعني الكبد بيشارك في مستوى السكر، الكلى بتشارك، حتى المخ بيشارك في مستوى السكر في الدم. فابتدينا ندي الأبحاث بتاعة الأدوية دي، وابتدت الأدوية دي تظهر بتشتغل عن طريق وسائط أخرى خالص غير انها تشغل البنكرياس عشان يفرز الانسولين. نعم. البنكرياس لقينا فيه خلايا زي خلايا بيتا اللي بتفرز الانسولين، خلايا تانية اسمها الفا بتفرز مادة اسمها الجلوكاجون، دي مضادة للانسولين على طول. نعم. ودي اللي بتسعفنا وقت، يعني ممكن واحد لوحده يجيله غيبوبة انخفاض سكر وتلاقيه فاق لوحده من غير ما حد يعمل له حاجة، نتيجة البنكرياس اللي هو خلايا الفا دي بتطلع جلوكاجون زيادة شوية يصلح الموقف، يعلي السكر في الدم. نفس الحكاية الكبد يبقى فيه مخزن للسكر المركب في صورة مادة اسمها الجلايكوجين، دي بتتفتت وتطلع نسبة سكر في الدم بالليل وإحنا نايمين. طبعا في مريض السكر بيحصل خلل في هذا الشيء، ويبقى فيه خلل في الاتنين، يعني خلل في إفراز خلايا بيتا وزيادة في إفراز خلايا ألفا، يعني نقص في الإنسولين وزيادة في الجلوكاجون. ففي ادويه حديثه بتشتغل على الاثنين في نفس الوقت. طيب هنكمل كلامنا على الادويه الحديثه، ولكن استاذن حضرتك دكتور بس نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك ومع حضراتكم المشاهدين الكرام، انتظروا. مكملين الحديث عن مرض السكر مع ضيفي العزيز الغالي الاستاذ الدكتور طارق يوسف استشاري الامراض البطن والسكر والجهاز الهضمي. يمكن قبل الفاصل يا دكتور كنا بنتكلم عن الجديد في علاج السكر بشكل عام، هل ان شاء الله باذن الرحمن ممكن المريض يطمن لعلاج معين بحيث حتى لو كان بعد ما ياخد هذا العلاج كان ليه بعض الاعراض الجانبيه ما يقلقش منها؟ يعني اتكلمنا على العلاجات دي واعراضها الجانبيه، وازاي ممكن يقدر يعني يواظب على هذه العلاجات بحيث ان هو تريحه يعني تقلل عنده النوبات بتاعه السكر والاغماء والحاجات دي. بالظبط، هو احنا كنا زمان بيبقى عندنا الحل الاساسي الانسولين بالنسبه للنوع المعتمد على الانسولين، والاقراص اللي هي بتنشط البنكرياس مجموعه من الادويه بيسموها السلفونايل يوريا، دي زي الكرباج على البنكرياس يطلع الانسولين اللي حلته عشان ينزل السكر. تمام. الاثنين دول كان ليهم اثار جانبيه نسبيه في حاجه، انه ممكن يزودوا الوزن شويه وممكن يعمل انخفاض سكر لو خدت جرعه زياده شويه، او خدت جرعه وجالي مثلا لا قدر الله قيء نفسي اتسدت ما اكلتش او عملت مجهود مفاجئ، في الحاله دي ممكن اتعرض لانخفاض سكر، فبتخلي المريض يخاف من الجرعه العاليه وياخد جرعه اقل فيسيب سكره عالي بصفه عالية لفترة طويلة، فيعمل لي مضاعفات سكر ويجي لنا الناس بالمضاعفات من النظام القديم في العلاج. نعم. فاحنا دلوقتي بنلجأ للنظام الجديد اللي بيعمل لي ضبط للسكر من غير ما ينخفض بشدة. والأدوية الجديدة دي فيها حاجات سهلة الاستعمال جدا، وفي دواء كان موجود من زمان قوي وده لغاية دلوقتي أول دواء في العالم كله واسمه الميتفورمين. الميتفورمين ده مادة بتشتغل على على الكبد مش على البنكرياس خالص. نعم. بتقلل انتاج السكر عن طريق الكبد، بتقلل شويه شهيه الاكل الى حد ما، هي مش بتخسس بس عند بعض الناس بتزود فقد الوزن شويه، بتساعدني في ضبط السكر. عيبها انها بتعمل شويه قلق في المعده في اول ما بنستعملها، بتعمل ممكن شويه كركبه في البطن او اسهال، بس بعد ما بننتظم عليها وانا بنصح الناس انهم يبتدوا بجرعه صغيره ونزودها بالتدريج، ما يبتديش بجرعه عاليه عشان جسمه يتعود عليها.
في دلوقتي دخلت دي في تركيبة كل أدوية السكر الجديدة، كل دواء جديد ينزل نفسه مع الميتفورمين والوحده، عشان الناس اللي هم ما بيتحملوش هذه المادة هياخدوه لوحده، والناس اللي بيتحملوها هيستفيدوا أكتر بين الاثنين مع بعض، إن بيزود الأكشن. احنا اكتشفنا حاجة اسمها 8 أماكن يشتغل عليها الشخص في علاج السكر، من ضمنها الكبد والكلى زي ما اتفقنا، والجهاز الهضمي. ففي أدوية بتشتغل عن طريق الجهاز الهضمي، لو أنا أكلت يشتغل البنكرياس، لو ما أكلتش ما يشتغلش. فأنا خدت الدواء ده نسبة احتمال هبوط السكر تقد تكون معدومة. أثار جانبية طب يا دكتور؟ أثار جانبية لا تذكر. حاجات بسيطة مقارنة مع الإيجابيات بتاعت الدواء ده. وفي دواء حديث نزل جديد، بس طبعا الأسعار بتاعت الأدوية الجديدة أغلى شوية، لكن برضو احنا بنحسبها الفايدة بتاعتها بحاجة اسمها بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده، البنفيت ريسك ريشيو. البنفيت ريسك ده الدواء ده هيضرني قد ايه وهيفيدني قد ايه. صحيح. فانا بحسبها بهذا الشيء. تمام. اتفضل. في دواء بيشتغل عن طريق الكلى. نعم. بيعمل ايه؟ بينزل السكر الزياده في جسمي عن طريق الكلى. ليه مشاكل عند بعض الناس، لو واحد عنده التهابات في المسالك البوليه، عنده مشاكل في كفاءه الكلى، مش هيستفيد بالدواء ده كويس. واحد ما عندوش الكلام ده هيستفيد بالدواء ده كويس، خاصه لو وزنه زياده، لانه بينزل سعرات حراريه فبيقلل وزن الانسان، فبينفعني في نزول الضغط، نزول السكر، ونزول الوزن. فبينفعني فايده ثلاثيه، الى جانب اختياره بقى للمريض حسب حاله المريض. تمام. يناسبه ولا ما يناسبوش وكده. تمام. فاحنا عندنا اكتر من بديل نقدر نظبط بيه مريض السكر. في نهاية الكشف بقى عند حضرتك، محتاجين روشتة وقائية علاجية من خلالها نقدم الإرشادات في المقام الأول للمرضى اللي هم مهيئين للإصابة بالسكر لا قدر الله. تاني حاجة تطرح لنا كمان يا دكتور بعض الأنظمة الصحية الغذائية لمرض السكر، بحيث إنهم ما يحرموش نفسهم. كما تعلم حضرتك ناس كتير جدا بيبقى نفسها يعني تاكل حلويات، نفسها تاكل حاجة نفسها فيها، بس برضه ده ممكن ياكلوا بس مش بشراسة أو بالكمية الكبيرة يعني. فحضرتك لو تشرح لنا برضه وتوضح لنا وتديهم نظام غذائي صحي يمشوا عليه، في نفس الوقت ما يحرموش نفسهم من حاجة، وكمان ما يصابوش لا قدر الله بأي مضاعفة. هو أولا بالنسبة للروشتة الوقائية، دي حاجة مهمة جدا اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الوقاية ضد ظهور السكر. هو أسلوب الحياة في إيه؟ إن أنا أولا أعود نفسي إن يبقى عندي في يومي جزء رياضة. صحيح. وجزء الرياضة ده عبارة عن مشي. نعم. تمرينات زي ما اتفقنا، ركوب عجل في بالنسبة البيت. للشباب سباحة بالنسبة للكبار، حاجات زي كده نحطها. طبعا السباحة مش كل يوم يعني، بس عامة نحط الخطة الرياضية ان يبقى في جزء من يومي في رياضة. نعم. احسن رياضات بالنسبة لنا دلوقتي يعني في الظروف الحالية هو المشي. فيبقى في نص ساعة مشي، مش لازم ابتدي بنص ساعة. لو واحد يقول لي مثلا انا عندي ركبي ووزني ومش قادر اتحرك ومش قادر، ما عنديش طاقه، امشي 10 دقائق، امشي 5 دقائق، وزودها بالتدريج لغايه ما جسمك يتعود لنص ساعه. فدي اول خطوه ان يبقى عندي جزء مشي. تمام. تاني خطوه ان انا اكل في مواعيد منتظمه. انا بشتغل جهاز هضمي، فانا بحب احط للمريض خطه. صحيح. تحافظ على جهازه الهضمي كمان مع السكر. فاول حاجه ان اكل ميعاد الاكل يبقى منتظم، دي مهمه، لان كلنا عشان ظروف شغلنا والمواصلات والمش عارف ايه ما بنعرفش نظبط وقتنا. صحيح. فحاول بقدر الامكان احط خطه ليومي. وجبه الافطار طبعا يعني ده حاجه اساسيه. الناس اللي بتقول لك انا بتخن ليه، ده انا باكل وجبه واحده في اليوم، ده العكس بالظبط، ده اكتر حاجه تخن الوجبه الواحده. سبحان الوجبه الله. الواحده الاحسن ان ناكل سمول فريكوينت ميلز، يعني وجبات قليله متعدده، عن ان ناكل لارج ميلز. ثانيا المعده بتاخد حجم الوجبه، يعني المعده عضو إلاستيك مرن. لو انا عودت المعده ان انا اكل لغايه ما املاها على الاخر، هي كل شويه بتتمدد معايا فبتطلب زياده. فاحنا عشان نخليها حنينه علينا نسستمها ان احنا ناكل نص الوجبه او نص المعده، يعني ما اشبعش قبل الشبع بشويه اقوم. ثانيا ما اكلش وابلع، يعني اكل واخد سيفن ولا بيبسي ولا مش عارف ايه عشان ابلع الاكل. صحيح. لا. يعني انا ممكن اعود المعده بتاعتي انها ما تاخدش غير كميات قليله بالظبط، واوفر بقى مصاريف عمليات تدبيس المعده وخلافه، ولا احتاج لحاجه خالص لو انا غيرت الاسلوب. انا عندي ناس كتير جدا فقدت كميه وزن عاليه جدا بنظام اكل بس. سبحان الله. يعني في كذا نظام للاكل لطيف ممكن يساعدنا، بس نظام معين هنحط يعني امثله يعني ال 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 ان انا اكل في ميعاد منتظم، ان انا اشرب قبل الوجبات. يعني في يقول لك انا مش بعرف ابلع الا لما، عشان انا ما بمضخش كويس او سناني وجعاني، ف
ببلع بميه عشان اعرف ابلع. نعم. ده طبعا عادات خاطئه. احنا المفروض ان انا اشرب ميه قبل الاكل، اكل انضخ كويس فاللعاب بيشتغل بيساعدني في البلع، وفي نفس الوقت ما اخففش العصارات فالهضم يمشي كويس. لما ما اشبعش ابقى خفيف في الحركه، ما بقاش تقلت. انا لو كلت وشبعت هقوم اشتغل ازاي؟ ابقى تقلان عايز انام بعدها. فالمفروض ان انا ما اشبعش، المفروض ان انا اتعشى بدري. دي مشكله عندنا في مصر ان احنا كلنا بنروح متاخر. صحيح. وكله بيروح طول اليوم مش قادر ياكل، فبياكل وجبه واحده رئيسيه بينام بالليل. فدي عاده غلط، لازم اخترق نص اليوم كده واكل سناك. وده سبب رئيسي في السمنه. بالظبط كده. نعم. ده سبب رئيسي في السمنه، لان صحيح. الاكله بتاعت بالليل وخاصه لو ما اكلتش طول اليوم انا جسمي بيقلل الحرق. صحيح. فلما باكل بالليل الاكل ده ما بيتحرقش. فانا بنشط البنكرياس ان انا افطر. يعني في واحد يقول لي طب انا ما باكلش وما بتحركش، اقول له لا، كل وتحرك احسن ما ماكلش وتحرك. صحيح. ما تحرمش نفسك من الاكل، لان برضو الحرمان انت هتقدر عليه فتره قصيره. عود جسم انه يحرق. ده في طبعا يعني انا جالي السكر حرمت نفسي، اكلت كذا وكذا وكذا وكذا. الحكايه مش حرمان، الحكايه تقنين. صحيح. يعني انا بقول للمريض بتاعي ايه؟ تذوق الحاجه اللي نفسك فيها لكن ما تدوسش. دوقها بس. لازم الطرطايه يعني كلها. نفسي في كده اخد حته كده يعني. فهي الفكره ان انا اكل في مواعيد منتظمه. طبعا. يبقى في حته رياضيه، يبقى في شرب بين قبل الوجبات او بين الوجبات، وازود شرب الميه. احنا كمان بننسى نفسنا في شرب الميه كعاده. صحيح. ده خاصة في الشتاء فندم، يقول لك انا ما بعطش فما اشربش ميه. بالظبط. ولكن ده مهم طبعا عشان خاطر يحرق وانسام الجلد. يبقى ليا نشاط رياضي ونشاط ثقافي. وفي حاجه تانية بنصح بيها الناس برضو علشان حته التوتر العصبي، ان انا ببقى ماشي شايل هموم الدنيا. صحيح. وانا عشان مثلا بسافر كتير مؤتمرات وكده، بشوف الناس، بتامل وجوه الناس، بلاقي ان عندنا نسبه الوجوم واحنا ماشيين في الشارع زياده شويه، العابسه زياده شويه، نتيجه ان انا شايل هموم الدنيا. ده مش صح. صحيح. يعني كل ما فكري يتطور ابتدي ازاي اخرج بره الهموم، او اخلي كل هم قد حجمه، ما ادلوش حجم اكبر من حجمه. تمام. مرضى السكر يا فندم، الوجبة الغذائية اللي يحرصوا عليها مثلا تكون يعني أساسية عندهم في اليوم، وفي نفس الوقت ما نحرمهمش برضو من الأكل اللي هم بيحبوه، تنصحهم بإيه؟ وكمان اتكلمنا برضو عن الخضروات وفائدتها طبعا بالنسبة لمرضى السكر، وجبة الإفطار، وتدينا كده يعني وجبات يومية يعني يحرصوا عليها. طيب احنا بنقول مثلا هديلك سيستم عام كده. جميل. لو أنا مثلا هقوم أفطر، المفروض بفطر مثلا عيش أسمر مش عيش أبيض. تمام. عيش بخل. السن ولا حاجة تانية؟ عيش بلدي عادي طبيعي. اللي هو نجيبه من الفرن. ده باخد رغيف، هو زمان كنا بنقول نص رغيف، كان رغيف كبير شوية. فدلوقتي مع السايز الجديد ده. فرغيف بلدي في الفطار كويس جدا. إلا لو أنا بعمل رجيم بقى وزني زيادة قوي، ممكن أخد نص رغيف في الحالة دي. لكن العادي بفطر رغيف بلدي ومعاه جبنة قليلة الدسم، ومعاه مثلا لو كلت بيضاية مسلوقة أو 4-5 معالق فول. دول مرتين في الاسبوع، مش كل ايام الاسبوع باكل فول. 4 معالق فول يعني تعادل سندوتش فول. تعادل سندوتش فول. صحيح. يعني باخد سندوتش فول وسندوتش جبنه باختصار كده، ومعاهم مثلا حاجه من الجرينز اللي هو السلطات. يعني مثلا خيار، جرجير، خس، طماطم. دي بتزود احساس الشبع. صحيح. بتنشط حركه الامعاء. مشاكل. وملهاش سعرات حراريه تسكر، يعني سعراتها قليله. نفس الوقت بتديني احساس الشبع عشان اقدر. وبتديني احتياجي من الاملاح المعدنيه والفيتامينز. نعم. ومشروب. والمشروب ده ممكن يبقى برتقان فريش مثلا لو انا ما عنديش مشاكل، من غير سكر خالص. حته اضافه السكر على المشروبات دي عاده خاطئه. صحيح. ولا اضافه الملح الزياده في الاكل. يعني دايما يبقى عود نفسنا ملحنا خفيف سكرنا خفيف. حتى الاطفال كانوا بيتعودوا ان يشربوا اللبن من غير سكر، يعني كان افضل طبعا من انه يشربوا سكر بعدين. ده افضل فعلا. الغدا. احنا الغدا بتاعنا بناخد شوربه ما تكونش دسمه. وبناخد لو كلنا، في ناس ما بتاكلش نشويات، رز، مكرونه، بطاطس. دي طبعا اوبشن للناس اللي هي وزنها زياده قوي عايزه تنزل، وهنعوضه بحاجات اخرى.
لو واحد وزنه معتدل بياخد متوسط من 4 ل6 معالق او نص الطبق، يعني انا بقول له بدل ما كنت تاكل الطبق كله رز او مكرونه نعم. لا تاكل نص الطبق بس، الطبق الصغير مش الطبق اللي هو الطبق الصغير اللي هي بنسميها بوله رز، يعني لو انت اكلت في مطعم بيحط لك بوله كده هي دي، او مثلا نص الطبق اللي بيتحط عليه طبق الشوربه صح كده مش الطبق الكبير ده اللي ومعاه الخضار. طبعا الخضار اساسيات في الحياه، ان انا اكل خضار واكل فاكهه تمام. فالخضار ده بيبقى معمول مش مسبك، التسبيك بتاعنا ده طبعا عاده من زمان عندنا، السمنه البلدي والطماطم بتاع لا احنا بنقوله نيف ني، يعني الخضار بيتسلق ويتحط عليه مثلا الطماطم والزيت والكلام ده وهو سخن، تاخد سخونيته وتديله لون يبقى لونه محمر شويه يعني قريب من التسبيك بس مش مسبك تمام. ده بيبقى مور هيلسي طبعا للشخص. ومعاه ربع الفرخه او سمكه مشويه او قطعتين لحمه حمراء حسب طبعا الشخص، لو واحد عنده مثلا فرخه ونص كيلو لا ربع فقط كفايه جدا ربع. وبنشيل الجلد بتاعها وبنشيل الدهن بتاع اللحمه تمام. ما بناكلش اللحوم الضاني، لو اضطرينا ناكلها نشيل الشوربه لوشها، ما نعملش عليها الملوخيه وتبقى التقليه عامله كده يعني قدر الامكان. الدهنه بقى والحاجات دي ايوه الحاجات الدسمه دي بتبقى مشكله بالنسبه لك وزي ما اتفقنا نقول مش شبعانين على الاخر. وطبق سلطه طبعا، طبق السلطه ده اساس تمام. ويفضل اللحمه تكون مشويه يا فندم صح؟ يفضل مشوي او مسلوق او حتى معمول في الفرن بالفايل كده بس مش بسمنه مش مشبع بالسمنه قدر الامكان طبعا ما نكترش في التسبيك والحاجات دي تمام. بين الوجبتين ممكن اكل ثمره فاكهه لو انا جعت او انا بين الفطار والغدا وبين الغدا والعشاء تمام. احنا ما بنحبش قوي ان احنا ناكل الحلو والحادق مع بعض، يعني اكل وحلي على طول ده مش صح. الافضل ان انا استنى بين الوجبتين، ولا الشاي بعد الاكل على طول برضه المفروض يكون بين الوجبتين، ده بيحرق الحديد صح اللي بيقلل الامتصاص. العشاء يبقى بدري، والعشاء ده بقى اللي لازم يبقى خفيف يعني، ولازم يبقى فيه حاجه مثلا زي الزبادي او اللبن الرايب او اللبن قليل الدسم طبعا اللي هو بنغليه ونشيل الوش بتاعه وبيبقى معاه فاكهه سلطه حاجه زي كده، مفيش بقى عيش ولو الناس متعوده تاكل اكل تقيل ممكن ناخد يا اما توست الريجيم يا اما عيش السن في الحاله دي بقى تمام، عشان دي السعرات بتاعته قليله لان بالليل انا ما بحرقش تمام. والافضل ان انا بعد العشاء بساعه كده اقوم اتمشى واتحرك تمام، اقول لك اتعشى وتمشى صح. اخر العشاء ممكن لحد الساعه كام يا دكتور؟ ويفضل ما اكلش بعد 3 ساعات قبل ما انام، عشان بس تكون حسب مواعيد بقى كل واحد، في ناس بتشتغل شيفتات وبتاع فبنقول له ما تاكلش وتنام على طول تعشى 3 ساعات قبل ما تنام. طبعا مشكله في ناس بتزوح الساعه كام بالليل وتمشي الصبح بدري يقول لك ده ما ينفعش معايا، هو في الحاله دي احنا بنوظف له يعمل ايه يعني، بنحط له خطه حسب طبيعه شغله طبعا تمام. طيب ممكن حد دلوقتي مريض سكر بيسمعنا وبيشوفنا يقول لك لا طب انا همشي على النظام ده، افرض صادف يوم عندي حصل فيه لخبطه ما اضطريت ان اخد وجبه واحده وكنت جعان جدا واضطريت ان اكل وانام وتقلت في الاكل، علاجها هيكون ايه يا فندم او ننصح نقول له ايه بقى؟ لو هو مريض سكر طبعا احنا بنظبط له الجرعه الرئيسيه بتاعته على نظام الوجبه، يعني زي مثلا اللي بياخد انسولين ف يعني طول النهار ما بياكلش ده ما بديلوش انسولين قصير المفعول في الفتره دي عشان ما يهبطش، بديله الانسولين اللي هو قبل الوجبه الكبيره نعم. واحنا بالليل دايما عاده بندي انسولين قاعدي، ده اللي بياخد انسولين طبعا نعم. اللي بياخد حبوب بنحاول نديله الادويه الجديده، يعني في حبوب بتخلي تنشط انتاج السكر عن طريق الكبد، تقلل انتاج السكر عن طريق الكبد او تزود الفقد عن طريق البول تمام. او تشتغل لو كل فبنديها له عشان لو كل اكل تقيل تشتغل معاه فبتنشط البنكرياس في الحاله دي تبقى احسن، او انسولين او منشط للبنكرياس قصير المفعول يغطي الوجبه الكبيره بتاعته اللي هي متعود عليها، يعني بتبقى حسب المريض طبعا ما اقدرش اقول حاجه عامه لكل الناس. الحقيقه يا فندم انا بحيي حضرتك طبعا على هذه المعلومات، الحقيقه في هذه الفقره مشاهدينا حاولنا نلم بقدر الامكان مرض السكر، اسبابه، طرق الوقايه منه، ان احنا كمان نجنب نفسنا ازاي عن طريق الرياضه ومثل هذه الانشطه او الحاجات اللي احنا ممكن نواظب عليها في حياتنا من اعمال، نحاول بقدر الامكان نكون اصحاء ما نكونش عرضه لمرض السكر. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور نورتني، واتمنى يا رب يكون لنا لقاء جديد، وانا بعتذر لكل المداخلات التليفونيه ان احنا ما خدناهاش، ولكن ده كان نابع ان احنا عايزين ناخد اكبر قدر من المعلومات ونفهم قد ايه عن هذا المرض الخطير، ولو زي ما بيقولوا كده لو انت صاحبته ان شاء الله مش هيبقى خطير ولا حاجه. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ الدكتور طارق يوسف استشاري الامراض البطنه والسكر والجهاز الهضمي، شكرا ليك يا دكتور شرفتني في حياه لحضرتك يا فندم. ايضا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله غدا لقاء يتجدد مع كرو عمل جديد في برنامجكم ساعه صبحيه، امانه لكم الاربعاء القادم في حياتي.
فعل العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأيضا بشكر زميلتي مالك كانت معايا في أول البرنامج. السلام عليكم.